معي عبر الهاتف الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي. دكتور وليد، إذا ما تحدثنا بشكل خاص عن طفرة المشروعات التنموية التي كانت إحدى ثمار ثورة 30 من يوليو، كيف ترى هذا الجانب من الاقتصاد المصري بعد الإنهاك الذي شهده قبل ثورة يونيو؟ أهلا وسهلا بحضرتك، وأهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين. وبالتأكيد الاقتصاد المصري كان في حالة انهيار شبه كامل في فترات الاضطراب السياسي بعد يناير 2011. كانت الدولة في هذه المرحلة بكثير من خلال مجموعة من المساندات اللي كانت بتصل إلى مصر من الدول الشقيقة، بيتم استنفاذ الاحتياطي، بيتم اللجوء إلى بدائل ليست اقتصادية بالمرة كمسكنات لكي يستمر الأوضاع. هو الأمر الذي أدى إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية بصورة كبيرة جدا. كان من المهم أن يكون هناك إجراءات جراحية تتعامل مع الواقع المزري للاقتصاد، وهو ما حدث مع بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016. هذا البرنامج اللي كان برنامج خشن وقصير، ولكن المواطن المصري بالفعل قام بتحمله ثقة في السيد الرئيس وثقة في دولته، وقد تحققت النتائج الإيجابية بصورة فعلية، وتحسنت المؤشرات بصورة كاملة. كافة المؤشرات الاقتصادية كانت تدل على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي قبل أن تحدث مشكلات خارج مصر، قبل أن نجد أننا أمام تداعيات كورونا اللي شكلت عبء كبير جدا على الاقتصاد المصري. كانت من ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي أن الدولة استطاعت الإنفاق على تداعيات كورونا بصورة كاملة نيابة عن المواطن. كان من المفترض بعد كورونا أن يلتقط الاقتصاد المصري أنفاسه، إلا أنه حدثت الحرب الأوكرانية والتي خلقت أعداء تجاوزت فكرة التعاون مع أوكرانيا، إلى أن الحرب الأوكرانية ترتب عليها ارتفاع كبير في أسعار الطاقة، ارتفاع في أسعار النقل والشحن، تضخم كبير في أسعار كافة المنتجات في العالم، الأمر الذي صدر مشكلة جديدة أضيفت إلى مشكلات تداعيات كورونا، لنجد أنفسنا أمام مشكلة أخرى وهي متعلقة بحرب غزة والانعكاسات السلبية فيما تلك المتعلقة بتراجع إيرادات قناة السويس. كل هذه الأحداث وفي ظل عالم صعب جدا لتحكمه الاضطرابات، الاقتصاد المصري لا زال قادرا على التعامل، لا زال يمتلك الأوراق التي تجعله قادرا على المناورة الاقتصادية. طيب، يعني بحسب تعبيرك، ما هي الأدوات التي تجعله قادرا على المناورة الاقتصادية كما تفضلت؟ هل المشروعات التنموية واحدة من هذه الأوراق؟ المشروعات التنموية اللي قامت بها مصر في المشروعات القومية لم تكن اختيارا، فالدولة المصرية منذ أن بدأتها فهي تستهدف منها تشغيل المواطنين البسطاء، سيما مشروعات البنية التحتية والإسكان، هي مشروعات الأكثر قدرة على تشغيل البسطاء والأقل في المكون الأجنبي الذي يتم استخدامه فيها. فالمشروعات القومية مهمة جدا، وفضلا عن كونها ان هي قامت بالفعل بتحسين معيشه المواطنين في كل انحاء الدوله المصريه، المشروعات القوميه قامت بدورها، ولكن النظره التنمويه المصريه هي نظره شامله. كانت المشروعات القوميه احداها، ومشروعات البنيه التحتيه اللي اسست في ان الدوله المصريه حاليا تكون جاهزه للقيام باجراءات لتمكن القطاع الخاص لزياده حجم نشاطه. لم يكن من الممكن ابدا ان ندعو القطاع الخاص لممارسه النشاط دون بنية تحتية قادرة تساعده على الإنجاز وتساعده على العمل، فضلا عن حرص الدولة المصرية أن تقوم بإجراءاتها التصحيحية في السياسات المالية والنقدية بصورة تستمر بها الدولة المصرية، تكونها قادرة على الإنفاق وأن تمتلك مالياتها العامة. والمالية العامة، المالية العامة للدولة المصرية ورغم كل التحديات، إلا أن الدولة المصرية لم تتخلف يوما عن سداد أي التزام دولي من الالتزامات التي تتحملها. لم تتخلف أبدا عن كل ما يلزم المواطن، وتدبر الاحتياجات المالية التي تحسن من معيشة المواطن. أشكرك دكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف.